إذن في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الوطني لهواة السينما بوجدة، كان لي شرف اليوم أن أقدم ندوة حول النشأة وتطور سينما الهواة في المغرب، على اعتبار أن جمعية رسالة الفن هي جمعية منخرطة بالفيدرالية المغربية لسينما الهواة، وكان من اللازم يعني أن نعطي فكرة حول هذا الحراك الثقافي الشاب والجديد بالمغرب الذي يسعى إلى تطوير ذاته بإمكانياته. وأعتقد أننا على الطريق الصحيح من حيث توسيع قاعدة الانخراطات وإقبال المتزايد سنة بعد أخرى على هذا الكيان الوطني الموحد. فرصة طيبة لتشجيع الطاقات الشابة، هذا النوع ديال المهرجانات تفتح فرصة أمام شباب باش يبين الإبداعات ديالو، وهذه نافذة مهمة على نقولوا الطريق الآخر اللي تيجي من بعد ربما الاحتراف. وغالبا مجموعة من الشباب اللي دازوا من مهرجانات الهوات ومن تجارب ديال الهوات اللي وصلوا للاحترافية، وهاد الفترة هذه كتعطي واحد تجربة مهمة في مسار ديال التكوين ديال هاد الشباب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.